أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا
قوم
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا وعلى ومن لم يتب فأولئك هم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا Oh.
إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية يومئذ تعرضون
تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم الفاتحة